صباح الخير. خير؟ منين بتيجي الخير؟ ليش؟ شو في؟ لؤي، شو بقولوا هي؟ سافر على أوروبا بالبحر. بعرف، بعت لي مسج امبارح بالليل اللي صار بالقارب وطمنا لكرمة. عن جد فارس؟ عن جد بعت لك مسج؟ ليه ما خبرتني؟ بعت لي بالليل امبارح بالليل، يعني شو بدي فيقك ولا هيك؟ اوكي، وليه ما حكينا لإلي انا؟ انا اخته، ليه ما حكينا لإلي؟ يعني مش نسخ خاف يقول لك، يعني هو اصلا هو راح من غير ما يقول لحدا. بعت لك لؤي مسج لإلك وانت وياه مخنقين، مش غريب شوي؟ دمي غريب. شو مخبى عني انت ولؤي؟ ابدا ما مخبى عنك شيء، كل اللي بعرفه بقول لك يعني خبيت عني هيدي البنت سمارة مدري شو اسمها، وهلأ عم تخبي عني إنه هو راح. بعد في شي تاني مخبي عني فارس؟ ولا حبيبة تقطر لي هون من قطارة؟